نرجع مره تانية لملعب محمد بن زايد ولقاء مع رجل المباراه اليوم محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. لا طبعا مبروك للاعيبه اهم شيء، ومبروك للجمهور اللي كان موجود النهارده، ومبروك للجهاز الفني والاداره، ده اهم حاجه. احنا النهارده كسبنا كنادي الاهلي، وبنخسر بنقول النادي الاهلي خسر، مفيش حد سبب في مكسب او سبب في خساره. احنا كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، ده اهم حاجه عندنا، هو ده شغل في الملعب، واهم حاجه ركز في الملعب ما تركزش في حاجه تاني، ده اهم حاجه، واللعيبه ماشيه على الاساس ده. ان شاء الله نفكر في اللي جاي، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله. واهم حاجه النهارده الجمهور ما روحش زعلان، اهم حاجه ان هو يكون روح فرحان، وكان ضغط علينا بشكل كبير ان جمهور مليان الملعب. بالنسبه لنا احنا نرجع مبسوطين وناخد بطوله، دي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، والنهارده نفرح ان شاء الله نفكر في اللي جاي. الناس كلها النهارده شافت كابتن شناوي كان بعد الماتش طبعا عشان كابتن متولي، احنا شفنا كلنا انت كنت في حاله يعني بجد قائد واخ لكل اللعيبه. اكيد اي حد في المكان هيعمل اكتر مني، بس متولي وقع وانا ما كنتش عارف اعمل له حاجه طبعا، بس الحمد لله اول حاجه اطمنت عليه ان ما بلعش لسانه، ده اهم حاجه، بس هو كان مغمى عليه، بس الناس ما الحكم صفر، الناس ما خدتش بالها، عشان كده الناس كلها جت، والحمد لله ان هو قام بالسلامه. واي حد متولي، اي حد في الفرقه من اصغر من لعيب لاكبر لعيب، ده اهم حاجه، اهم حاجه سلامتنا، واهم حاجه يطلع بشكل كويس، صحتهم كويسه، ده اهم حاجه. وبقول له الحمد لله على السلامه، وبقول للفرقه مبروك، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. كلمه لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان في مدرجات النهارده، الاستاد كان متقفل. اكيد طبعا هو بالنسبه لنا رقم واحد، بالنسبه لنا هو على طول في ظهرنا، على طول مساندنا، عشان كده احنا النهارده كنا بالنسبه لنا ان احنا نطلع بالبطوله دي عشان الجمهور ده ما يرجعش زعلان ويرجع فرحان، ده بالنسبه لنا اللي احنا بنفكر فيه، بنفكر في الماتشات ونركز في الماتشات عشان الجمهور ده يطلع على طول مبسوط، واللعيبه عارفه قيمه الجمهور عامل ازاي، وكلهم عارفين هم قد المسؤوليه، هم رجاله وبيبانوا على طول في وقت الاوقات الصعبه، وانت شايف يعني الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل ونركز على اكتر. نفرح النهارده ومن بكره بنستعد لدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله، نفرح النهارده ونفكر ان شاء الله من بكره كده على افريقيا ان شاء الله. شكرا.